سادة مشاهدينا أهلا بكم النهاردة معاكم من منطقة السيدة زينب، مول بالكامل بمليارات، 50 أسرة يتشردوا. صاحب المول نفسه مش عارف يتلم على أعصابه، زي ما انت شايفين حجم الخراب، مليارات تم تأكلها أثر وجراء حريق هائل تم السيطرة عليه بعد ما المبنى صفي، بعد ما كل حاجه راحت. زي ما انتم شايفين كده الساده مشاهدينا معايا، هيكون احنا في المخزن، احنا كده في المخزن على فكره، في ثلاث ادوار تحت. هيكون معانا دلوقتي صاحب البلوه المتضرر الاول، نقول عليه زي ما نقول هو المتضرر الاول، مش هنخلينا ما نحكيش اكتر من كده ونسيبه هو ونديله فرصه يحكي الوجع اللي هو بيمر بيه ويحكي خراب البيوت اللي هو بيوجعه من جواه. وارحب بيك على صدى البلد، والاول يعني بحاول ان انا اشد من ازرك، لكن انا اهلا بيكم يا جماعه في محلات بيجو جونيور، واكيد كتير من الناس عارفين محلات بيجو جونيور في سوق السيده زينب. طيب انا احب اعرفكم الحريق اللي حصل ده كله، ده رابع مصحف يا جماعه، احنا مش بنتكلم مثلا ايه عن حاجه، ده رابع مصحف، رابع مصحف من المكان نطلعه كلمات اهو يا جماعه، كل حاجه راحت، رابع مصحف نطلعه من مكان اهو، الغلاف بتاعه بصوا الكلمات، طبعا ده كلام مش يعني بص اهو المصحف زي ما هو طايله النار، صح؟ هات الغلاف كده، طايله النار والله، كل حاجه راحت، كل حاجه بصوا اتبخرت اهي، المصحف زي ما هو اهوت يا جماعه. طب احكي لي البدايه كانت فين وازاي؟ والله البدايه انا طبعا متعود بنام بقفل موبايلي، فجاه في البيت عندي لقيت الباب بيرزع. طبعا الكلام ده يا جماعه الساعه 4 الفجر او الساعه 4 ونص الفجر، لقيت الباب عندي بيرزع، مين بيكلمني في الوقت ده؟ لقيت مصطفى وحماده، اصحى سوق السيده بيولع، مش عايزين يقولوا لي السنتر بيولع، سوق السيده بيولع، ازاي انتوا بتتكلم؟ انا بحلم ولا في حلم ولا حد يصحيني؟ ولا لو انا بحلم حد يصحيني؟ لقيت ايه؟ نزلت لقيت النار ماسكه في السوق كله وفي الحاجه زي ما انتوا شايفين كده اهوت يا جماعه، حاجات زي ما انتوا شايفينها، شايفين كل الناس عارفه يعني ايه جونيور اهو، شايفين القطعه الواحده اللي انا ماسكها دي ب 275 جنيه اهي، قطعه واحده، دي قطعه واحده، اقسم بالله المكان هنا بضاعه بس اتدمرت عندي ب 48 مليون جنيه، بضاعه بس، غير المكان وغير تكييف مركزي، اربع ادوار على الارض، وفلوس ناس كلها، فلوس ناس. بعد ما نزلت بالنسبه لكابلات الكهرباء، انا واحد من الناس ماشي من هنا من المحل بتاعي، انا عندي سكينه واحده على باب المحل تحت بتفصل المكان كله، انا شديت بقى، انا اللي بشد السكينه بايدي بنزلها كده بتفصل المكان عن الايه، عن المحل كله، الدور عن السنتر كله. حصل معانا مشكله من 20 يوم، من 20 يوم حصلت ولعه على اول السوق هنا في محل على اول السوق عند الحاج عربي، بس دي كانت بالنهار، اتلمينا شباب السوق كلهم بطفايات طفناها، واتصلنا بشركه الكهرباء، جم الناس مشكورا قالوا لنا ده في مشكله في الكهرباء وكابل السوق كله عايز يتغير عشان في مشكله في كابلات السوق. طب العمل يا جماعه ما تغيروا؟ قال لك لا ده على حسابكم، لمونا احنا ما اعترضناش، انا واحد كمحمود لو مشيت ورحت للمحل اللي جنبه وقلت له والله اديني 1000 جنيه هيفكرني هاخده احطه في جيبي، انت كشركه كهرباء المفروض انت اللي بتروح، انا محمود كذا خد، انا مش ممانع. تمام. في الخير انا مش ممانع، بس هلف الم فلوس، خراب يا جماعه زي ما انتم شايفين اهو، بضاعه ناس وفلوس ناس. سببها ايه؟ ماس كهرباء حصل. نفسنا حد من المسؤولين يبص علينا بصه. انا كان معايا بنات، انا معايا هنا 50 واحد في السنتر هنا شغالين، من ضمنهم 22 بنت كانوا واقفين لابسين اسود في الميدان بره امبارح، والناس اللي بيقولوا هنا عارفين كويس، احنا شغال معانا كميه ناس قد كده، وكل اسر. انت يا خالد انت عندك ولاد قد ايه؟ انا عندي ثلاثه. عندك ولاد قد ايه؟ عنده ثلاثه بيصرف عليهم، وحماده عنده ولاد، كل اللي شغال عندي هنا عندهم ولاد، والبنات اللي شغالين معانا اللي بتكون نفسها وبتجهز نفسها، خراب خراب عليه العوض ومن العوض. طيب انت عايزك تقدم لي استغاثه لمسؤول استغاثه، الناس تبص علينا بس، يشوفونا يشوفوا مشكلتنا كانت فين ويحلوها لنا باسرع وقت عشان نقف على رجلينا تاني، هنتسجن علينا شكات وعلينا مديونيات، المسدد ربنا والمعين ربنا عليها، بس احنا محتاجين نشتغل، نقف على رجلينا نشتغل تاني، عايزين نفتح نشتغل، عايزينهم يبصوا علينا بصه رأف يساعدونا نشتغل ونفتح بيوت الناس تاني، عايزين نشتغل. طيب انا هقول لك على حل، في حد من الساده المشاهدين بيطرح علينا حل في التعليقات، ان احنا نرجع للبنوك. بنوك ايه؟ نرجع للبنوك تمول تاني وتبدا تقف تاني على رجلك. احنا واخدين بضاعه
واخدين بضاعه من بالأجل. الناس بالاجل بالاجل من الناس، والناس ديت لها فلوس، والناس دي مبقيه لناس ثانيه، وناس شبكه دايره شيكات ممضيه. شيكات ممضيه، الشيكات دي مدفوعه مقصه ولازم تدفع. يعني انا واحد مد الشيك ده محمد اهو صاحب مصنع معانا من السوريين اخونا صوره اهو، وليه عندي فلوس يعني فوق 1.5 مليون، راجل واقف دمعته على خده، جيت اثر على المكان دمعته على جنب هيصبر عليا، بس هو ليه فلوس في رقبته لازم يقطع. السادة مشاهدينا، الوضع صعب، شد حيلك. انا عم بدوق في المكان، كل ما بمسك قطعه كل ما بمسك دي بتنزل عليا. صلي على النبي محمود، صلي على النبي يا حاج محمود، صلي على النبي، صلي على النبي، صلي على النبي. الحمد لله تفتح احسن من ده ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين. عايزينهم بس يسيبونا ياكلوا عيش، سيبونا ناكلوا عيش. مين مضايقك؟ مين اللي مش عايزك تاكل عيش؟ عايزهم يتسرعوا معانا، يوصلوا عايز ايه؟ قول بالظبط. يوصلوا لنا كهربا نشتغل. حل السريع عشان يشتغل. يوصلوا لنا كهربا نشتغل، يقولوا لنا روح اشتغل، ويساعدونا يعملوا اي حاجه. مين مقصر؟ قول لي، انا معاك، احنا على الهوا. قول لي مين مقصر معاك؟ الكبار يبص علينا يقول لي انسلوا شغلوا الناس دي زي ما كانت شغاله. والله العظيم ثلاثه ما ذنبنا. ولا ذنب. بص خلينا نقول يعني، خلينا نكون متفقين. قضاء وقدر. ايوه، ولا ذنبك ولا ذنب الدوله، ولكن الدوله شو، قول لي مين مقصر معاك ونقدم له استغاثه. عايزين الناس الكبار تبص علينا بصه، يعني بص علينا بصه بس. اتفضل. يقولوا لنا يا جماعه يشغلونا علشان حتى الناس نعرف نشتغل ونصبر الناس اللي عندنا فلوس. تعالوا سكه اللي احنا ندخل عربيات نشيل الكلام ده، ننور مكان. عايزين ننور المكان، المكان طبعا ضلمه، احنا منورين كشافات اهو. احنا لا عارفين نتحرك. نشد السيد المحافظ. ولا عارفين نتحرك جوه ولا بره. مفيش حد هي السيد محافظ القاهره، اتمنى تكون شايفنا وسامعنا. يا ريت. الناس عايزينك هنا. الناس عايزينك هنا. احنا عايزينك تساعدنا نشتغل. احنا عايزينكم يا جماعه تساعدونا نشتغل. مش طالبين منكم حاجه اكتر من ايه؟ من ان انتوا تسهلوها علينا. ينزل مثلا يفتح لك طريق. سهلوها علينا، ووسعوا لنا الطريق. يوفر لك عربيات كهربا مثلا تنقل فيها. وصلوا لنا كهرباء، واحنا نقدر نصبر حبايبنا اللي ليه عندنا جنيه. هيقف معانا مصيبتنا هي مصيبته، وهيقف معانا لحد ما نقف على رجلينا. ونشغل الناس اللي فاتحين بيوت. انا امبارح مت للناس، انا عارف ان الناس ذات يومياتهم يوم بيوم بياخدوا فلوسهم يوكلوا عياله. مطلع فلوس من جيبي بديها لهم، قلت لهم خد روح اتعشى وانا في مصيبه واخر فلوس في جيبي. لو طلعت من جيبي مش هطلع 500 جنيه وكل حاجه وقلت خلاص. واديتهم فلوس وقلت لهم اتعشى. كانوا رافضين ياخدوها، وانا قلت لهم انا عارف ان هم ما معاهمش. قلت لهم خير ربنا كتير والحمد لله معايا. خير ربنا جواك، خير ربنا جواك. الساده مشاهدينا، الساده المسؤولين، واقف على رجلي مش هطلب حاجه من حد. انا بس اعمل ايه؟ انا لو معايا الناس اللي خسرانه تحت، بس لا مش الخساره بتاعتنا احنا لوحدنا، في ناس معانا تحت صاحبات محلات في الشارع خسروا اقل باكيه خسرانه 1,000,000 جنيه من الباكيات اللي تحت دي. انا خسرت خساره جامده، بس الناس ديت خلاص قاعدين حاليا دلوقتي في الشارع حاطين ايديهم على خدهم، مفيش مجال عندهم تاني. وفيهم ناس كبار في السن، يا ريت ينفع يروحوا يشتغلوا عند حد، ولو في شغل اصلا هيروحوا يشتغلوا، بس مفيش شغل عشان يروحوا يشتغلوا عند حد. ويا ريت سنهم يسمح ان هم يروحوا يشتغلوا عند حد. الناس ديت عايزه تاكل عيش. انا لو معايا والدنيا مرتاحه معايا والله لعوضهم. وكانت النيه وانا نازل من بيت النهارده والمصحف اللي لقيته ده وما اولعش منه حرف، لو معايا فلوس بزياده لا انا اعوض الناس اللي تحت لي. واتمنيت من ربنا ان هو اقف على رجليا، وبعد ما اقف على رجليا اللي خسران في السوق انا اعوضه. تواجه الساده مشاهدينا والساده المسؤولين، اكيد كل الناس شايفانا دلوقتي وشايفه كميه الناس الشباب اللي موجودين معانا اهو ودمعتهم على خدهم. شايفين احنا فين؟ شايفين ايه اللي بيحصل؟ شايفين كميه الخراب احنا البيوت. احنا واقفين في مكان شايفين. واحد تيجي معايا تحت تتفرج. تنويه برضو كده عشان كل الساده المتابعين اللي شايفيننا، احنا في الدور الرابع من المبنى. المبنى دوت اربع ادوار من الخراب، اربع ادوار من الخسائر، اربع ادوار من الحزن والوجع، اربع ادوار كاملين من مليارات خلاص راحت. انا هاخد معاكم جوله كده في المكان، وخلينا نتلو عليكم المشهد كامل زي ما انتم شايفين كده. بصوا
بص المنظر ده كده رخام ويا الارض. بص النار عملت ايه في المكان من جوه. المكان اللي احنا كنا فيه ده او المكان اللي احنا فيه حاليا هو ده اللي كان اللهب بياكل في حطامه. الرخام اهو، الرخام بقى تروح. تعالى كده ده كده دور الدور التالت. الدور الثالث من المبنى زي ما انتم شايفين، كل دور وليه خسائر، كل دور فيه ملايين. كل اللي على الارض ليه بضاعه، كل اللي على الارض ليه بضاعه. بص 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 حضرتك، نعم بص حضرتك، كل اللي بضاعه، كل اللي بضاعه. عليه العوض من العوض، عليه العوض من العوض، عليه العوض ومنه العوض. لا حول ولا قوة إلا بالله. ده دور اهوت، الدور الواحد مساحته 228 متر. وده مسجد الكورة دي. كنا عاملين واجهة، احنا كنا عاملين واجهة هنا، احنا مش عشوائيات، احنا كنا عاملين واجهة تشرف مسجد السيرة زينب. يعني كل ده الشاسيه الحديد ده كان كله إزاز. المبنى كان كله ازاز في ازاز من بره. يعني احنا كنا عاملين حاجه في وش جامع السيده زينب. الحمد لله كانت ايه، احنا متشرفين الاول بوجود مسجد السيده زينب في وشنا، بس احنا عاملين حاجه تدي ديكور للمسجد. يعني مش عشوائيات. سنتر ومرخص، املاك ملك خاص ومرخص، ومعانا ترخيص من السبعينيات بملابس تجاري وملابس جاهزه. تعال انزل معايا الدور اللي تحت. تعال ننزل يا باشا، تعال شوف التكييف المركزي. انا معاك لحد النهايه، لحد ما تقول لي انا خلاص استكفيت. يعني انا مش هقدر اقصر معاك في حاجه، لان انت بس عشان مفيش مسامير تدخل رجليكم. الساده المشاهدين، زي ما انتم شايفين كده الساده محافظ القاهره، هي الناس بتقدم لك استغاثه، عايزينك تيجي هنا، عايزينك تيجي هنا وتشوف، عايزينك تصدر تعليمات. بص اهو مسامير بتدخل في الرجل، تصدر تعليمات بمساعده الناس دي. لازم تعاونهم، لازم تنزل وتقول وسع لهم الطريق، وفر لهم سيارات للنقل. 50 اسره، 50 اسره شربوا. هم ما بيقولوش، ما بيتهموش الحكومه بالتقصير قبل الحريقه، لكن هم بيستغيثوا بالحكومه بعد الحريقه. عايزينهم يسهلوا لنا الدنيا بس. محتاجين يد العون مش اكتر. بص هقول لك على حاجه. اتفضل. الناس لو دخلت على محلات بيبي جونيور لملابس الاطفال على صفحتنا على الفيسبوك هيشوفوا المكان ده كان قبل التوضيبات ده، قبل الخسائر دي كان شكله عامل ازاي. الناس كانت متابعانا على كده. طبعا في ناس كتير معانا، احنا متابعينا تقريبا مليون وحاجه على صفحتنا على الفيسبوك. لو دخلوا مكان بيبي جونيور لملابس الاطفال هيشوفوا الكلام ده. بص كده، رخام، رخام اهو، ده رمل، ده رمل رخام. انا لو جيت اجيبه النهارده مش هتبص، شايف كلفته، شايف رخام مكان كله. تكييف المركز اهو يا جماعه، بصوا كده تكييف المركز اهو. انا مش هعرف اعمله النهارده، مش هعرف اركب حاجه زي دي النهارده. طيب خلينا نوجه ثاني الكاميرا ليك. حابب تضيف اي حاجه قبل ما نختم لقائنا؟ حابب تقدم استغاثه لاي مسؤول قبل ما نختم لقائنا؟ دورنا احنا كاعلام ان احنا ننزل لك ونعاونك. الدور اللي احنا بنقوم بيه دلوقتي هو ده اللي احنا منوتين بيه. بنظره رحمه وبنظره احسان، لو في ايديهم يساعدونا بالله عليكم ساعدونا في اقرب وقت. نفتح بيوت الناس ديت بدل ما ننظف مكان النهارده، واقفل واقول للناس تروحوا بقى. طيب ممكن نوضح للمسؤول انت محتاج ايه تحديدا؟ محتاجين لهم يوصلوا لنا الكابلات بتاعه الكهرباء في السوق ويسهلوها علينا، ولو في تعويضات بالله عليكم يا جماعه عوضونا باللي تقدروا عليه، علشان حتى نوقف المبنى على رجل. المبنى واقف اكيد، وزاره التضامن، وزاره التضامن منوطه بده. جت الهيئه وقالوا المبنى كويس ما فيهوش اي حاجه، تمام، يعني المبنى واقف بس محتاج يتوضب. عشان اوضب النهارده مش هروح لبتاع الخشب اقول له اديني وهبقي لك، هو مش مصنع انا شغال معاه، ولا هروح لبتاع البلاطه اقول له اديني بلاطه وهبقي لك. محتاجه المصانع اللي هي اللي انا باخد منها بضاعه
على استعداد ان هم يقفوا جنبي موسم واثنين، بس طبعا هم محتاجين برضو يشغلوا دايره زي ما بقول لك. انا واخد من واحد بضاعه بمليون جنيه، الراجل ده هو ماضي على نفسه شيكات، محتاج يجيب البضاعه دي تاني عشان عجلته تمشي. انا كده هوقفه، ده في ناس انا شغال معاها بيتها هيتخرب من ورايا، مصانع انا لو بطلت اديهم فلوس خلاص انا خدت كل فلوسهم، فلوسهم كلها نص فلوسهم عندي وقف، مش في ناس يعني بص طيب. خساره مش عليا انا لوحدي. وصلت 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 الفكره، خساره مش عليا انا عليا شيكات اقسم بالله في حدود 22 مليون جنيه، عليا شيكات في حدود مليون. انت المساعد ده الله يعينك الله يعينك. السادة مشاهدينا زي ما شفتوا معانا الكارثة الحقيقية اللي احنا واقفين فيها دلوقتي. السادة المسؤولين اكيد بيشوفونا برضو، نتمنى التحرك العاجل، نتمنى ان احنا نوفر يد العون، حتى لو مش هنعوض الراجل دوت نفتح له خدمات نساعده على قدر المستطاع. شكرا مشاهدينا ومشاهدي صدى البلد. تعالى كده تعالى بص الشارع، بص في الارضيه بتاعتنا نوفر ال... خراب البيوت بتاعتنا نزلوا تحت ومش عارفين ندخل عربيه. بص خلي بالك تعالى حضرتك، بص بص ايوه انا عايز ال... تعالى هنا في امان، تعالى انا جاي لك حتى لو مش امان ما تقلقش. السادة مشاهدينا ده المنظر من فوق، عمره ما هيقدر يدخل عربية يشيل من عليها الكلام ده. الناس دي كلها هي اللي بتاكل عيش من السوق، هم قاعدين بقت لا شغل ولا مشغلة. كل الناس دي شايف؟ يا شباب يا شباب تعالوا بالله عليكم قولوا 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 شكوتكم هنا للكاميرا هي. خلاص طيب خلاص خلاص مش 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 ضروري مش ضروري، احنا وصلنا الفكره يا حاج محمود، احنا وصلنا الفكره ووصلنا المشهد بالكامل. طيب الدنيا خفيفه بره عنك، الدنيا خفيفه عنك. طب نرجع نرجع بقى عشان ثلاث خدنا طوع. السادة مشاهدينا زي ما شايفين معانا المنظر ده، السادة المسؤولين اكيد برضو شايفيننا، عايزين نزيل الكلام ده عشان ندخل عربيات نفضي المكان دوت، نحاول نقدم يد العون لصاحب الكارثه وصاحب الشايفين. شفتوا دموعه اكيد معانا في الكادر بتاع الكاميرا، شفتوا كم الخراب اللي هو فيه. السيد المحافظ باكد على حضرتك تاني، السيد محافظ القاهره لازم لازم تبص للناس ديت بعين الاعتبار، لازم تنزل هنا بنفسك او تصدر تعليمات في الدخول هنا، تسهيل الامر. فين اجهزه الدوله؟ فين؟ مش عايزه. شكرا مشاهدي ومتابعي صدى البلد، شكرا مشاهدينا.